بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحبائي ومتابعيني، النهاردة إن شاء الله هتكلم معاكم عن شيل الهم، لأني حاسة بكل قلب مكسور، كل قلب في حاجة ناقصاه، كل قلب خربان من جواه، مظلم بيسأل نفسه من حجم الكسر اللي هو فيه وبيقول يا ربي معقولة كل ده يتصلح؟ معقولة كل الحزن ده يتعوض بفرح؟ معقولة الخوف ده يبقى أمان؟ مش جاي في بالك انه في قدرة او قوة ممكن تقدر على كده وتغير لك كل حياتك في لحظة؟ سبحان الله، هي الدنيا اتخلقت كده، بس من رحمة ربنا بينا انه ما سبناش لنفسنا، اهدانا هدية جميلة قوي وهي اسمه الجبار. سبحان الله، الجبار يعني بيكبر قلوبنا، الجبار يعني اللي بيكمل النقص بقوته وقدرته، الجبار يعني جبر الكسر بشيء من القوة والقدرة، هو اللي بيكبر الخوف بالأمن والحزن بالفرح والهم بالفرج. عشان كده ما نبصش أبدا لحجم الخراب اللي في قلبنا فبنقول مش معقول ده يتصلح، لا، كل إنسان عايش جواه حاجة مظلمة أكيد إن شاء الله هتنور. ربنا سبحان الله خلقنا، خلق لكل واحد السعادة والشقاء. طيب احنا دايما بنسأل نفسنا، هو ممكن ربنا يديني اللي انا عاوزه؟ طب انت ممكن ربنا يديك حاجة انت عايزها؟ طب انت ممكن برضو تبقى مش سعيد وتقول لنفسك طب انا حواليا حاجات كتير بس انا برضو مش سعيد، طب ده بيحصل ليه؟ ده بيحصل عشان ربنا يعلمك ان ربنا وحده بس هو اللي بيملك السعادة والشقاء، فتؤمن بربنا وحده وتبقى عارف ان ربنا وحده هو اللي قادر على اسعادك وجبر كسر قلبك. لازم دايما نتوسل لربنا وحده باسمه الجبار انه يكبر كسر قلوبنا. أسأل الله العلي العظيم باسمه الجبار أن يكبر قلوبكم جميعا ويسعدكم في الدارين سعادة ليس بعدها شقاء. طول ما احنا مع ربنا، ربنا أكيد عمره ما هيتخلى عننا، احنا نعمل اللي علينا ونسيب كل حاجة على ربنا. مش معنى أن ربنا حرمنا من حاجة ان احنا نبقى متضايقين او زعلانين، لا، نقول الحمد لله احنا بفضل ونعمة وستر من ربنا. سبحان الله، هي كده متقسمة 100%. نخلينا مع ربنا واحنا اكيد هنلاقي السعادة. ربنا يا رب يسعد قلوبكم جميعا ويرزقكم بكل حاجة حلوة بتتمنوها ويحقق لكل واحد كل اللي بيتمناه. هنقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.